نشرة استثنائية من التلفزة الوطنية التونسية، أهلا بكم. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع طارئ تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن كل نوابه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية لقطع مع إخفاء ملفات متعلقة بجرائم الحق العام وترأس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية. شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ، في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، شاء أن نتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس. تلاحظون دون شك أن عديد المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد الآن لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي. أن المسؤولية التي نتحملها وتتحملونها معي تقتضي منا عملا بأحكام الدستور اتخاذه تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسية، ولإنقاذ المجتمع التونسي. نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات، ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال، وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص. بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا. القرار الأول الذي اتخذته، وكان يفترض أن أتخذه منذ أشهر، ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية. ستأولى من بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في أضابير وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي. القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية. نحن هنا اتخذنا هذه القرارات
وستتصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص على ذلك الدستور، حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس، وحتى ننقذ الدولة، وحتى ننقذ المجتمع. هناك نص سيصدر بعد قليل ويطبق فورا، إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة هذه التدابير التي يجب اتخاذها. رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة إلى ذلك، لأن مجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترأسه. إذن ليس تعليقا للدستور وليس خروجا عن الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات، وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، إذا كان هذه النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب، بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب. نحن هنا نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح، فلن نسكت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستشابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يحده إحصاء. لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير بالرغم من أن الشروط الدستورية كانت متوفرة، لم نشأ أن نلجأ إليها لأننا تعاملنا بصدق وبأمانة وبإخلاص، ولكن في المقابل هناك الكثيرون للأسف شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي. الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ولا فضل لأحد على أحد، لا بثروته ولا بمكانته، كل الناس سواء أمام القانون. وما أقوله الآن
هو في نطاق القانون ولا يمكن أن أقفه صامتا ملاحظا لما يجري، بل يجب أن أتحمل المسؤولية وقد تحملتها. يجب أن أكون في مستوى أبال الشعب. أما أنك مع الشعب وأما أنك في الصف المقابل ضده، وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعا بحسب تطور الأوضاع. لا نريد أن تسيل الدماء، وأنبه لمن يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال في بعض الأحياء للحرق وللنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم. ولمواكبة ردود أفعال الشارع التونسي بعد القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية، تنضم إلينا من تونس العاصمة عبر الهاتف مراسلة التلفزة التونسية فدوى شتور. فدوى، ما هي الأوضاع لديك الآن في شوارع العاصمة؟ على مقربها مقر مجلس النواب الذي تم تجميده بمقتضى قرار من رئيس الجمهوريه. هناك اكيد تفاعل من نشرة تونسية، هناك عائلات خرجت تفاعلت بالايجابيه مع هذا القرار في تقديرها ان تونس بحاجه الى وقفه حاسمه حتى تمضي الى تغيير يزيل عنها ربما هذه الأزمة العميقة التي تعرفها. كيف هي شوارع العاصمة الآن؟ هل هي مكتظة بالمواطنين أو هناك خرق للحظر الجولان؟ هو نلاحظ كأنه ليس هناك حظر جولان، هناك سيارات، أعداد كبيرة من السيارات. نعم. عائلات بأكملها، بعض منهم يحمل اللافتات، يحمل العلم التونسي. نعم. بعض اخر يتفاعل، ارى الان بعض المدرعات، مدرعات الامنيه موجوده هناك تطوق. أيوة، مجلس نواب الشعب. وحتى عسكريه، امامي الان شاحنه عسكريه. نعم. ودبابه وحتى تصفيق إلى... تصفيق وحتى طيب. تصفيق مر. شكرا جزيلا لك فدوى، إلى أن تكون الصورة جاهزة معك نعود إليك بعد قليل. إذن مشاهدينا الكرام نتحول إلى صفاقس الآن، أين زميل زهير بن علي. زهير، كيف الأجواء هناك في صفاقس؟ مساء الخير. قبل تقريبا منذ أن رئيس الجمهورية تطبيق أو تفعيل الفصل 80 من الدستور، نجوب شوارع مدينة صفاقس من الحاجز إلى سقي تسييد حتى سيدي منصور الى فينا. السيارات متجهه في نفس الاتجاه وهو ساحه بحر او ساحه ال 100 متر قباله بلديه صفاقس، اللي هي موجوده في صف المدينه، وتقريبا يعني تنوع من الفرحه، وايضا الامن موجود، يعني الامن بمختلف اسلاكه موجود. ننتظر دائما ردود الافعال. نعم. بعد أن يتم النظر بشكل جيد في ما حدث اليوم، لأن الحدث كان حدثا كبيرا، وخصوصا أنه اليوم أيضا شهدت صفاقس زهير. زهير لو سمحت، ما هي الشعارات التي تردد هناك في صفاقس مثلا؟ دائما تحيا الجمهورية، تحيا تونس، تحيا تونس. يعني نوع من التفاعل موجود في شارع صفاقس، خاصة إذا ربطناه بما حدث اليوم من احتجاجات في نفس الأماكن تقريبا. نعم، أشكرك إذا زهير، الزميل زهير بن علي، كنت معنا من صفاقس. نتحول الآن مباشرة إلى تطاوين، أين زميل خميس ببطان. خميس، ما هي الأجواء هناك في تطاوين؟ مساء الخير إقبال. مساء النور. الدولة في جهة الجنوب الشرقي ككل، في أبرز المدن في جهة الجنوب الشرقي، نتحدث على تطاوين ومدين وبن جردان وجربة وجرجيس، وكذلك مدينة جابل. خرج مجموعة من المواطنين إلى وسط هذه المدن للتعبير عن تفاعلهم بعد القرارات المعلنة اليوم من قبل رئيس الجمهورية. ما لاحظناه من أعداد ليست كثيرة جدا في هذه المدن، تقريبا الأبرز
فيها من الفئه الشبابيه والفئه العمريه التي بين 18 سنه الى حدود ال 40 سنه. هذا ما لاحظناه في هذه التجمع والمسلمين الذين خرجوا في هذه المدن. نعم. في جانب اخر اقبال لم فعل لنا قرصين او كذا من الممثلين. نعم. عفوا الخميس، نعتذر عن رداءة صوت من المصدر، نعود اليك ربما في مراسله لاحقه. اذا مشاهدينا الكرام، حراك احتجاجي منتشر تقريبا في الاركان الاربعه للجمهوريه في عيد 64 لعيد الجمهوريه طبعا، وامام مساحه باردو، اين السلطه التشريعيه شهدت المكان او شهد المكان تجمعا لعدد من المحتجين اليوم على مقربه من مجلس نواب الشعب وسط انتشار امني مكثف. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بحل البرلمان وبرحيل الحكومه في غياب تام لحضور الاحزاب السياسيه والمنظمات الوطنيه. نفذ محتجون من فئات عمرية مختلفة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بباردو وبالقرب من المبنى الرئيسي لمجلس نواب الشعب وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان. وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة بمحيط البرلمان وطوقته بالحواجز بالكامل ومنعت المحتجين من التقدم نحو ساحة باردو، مما ولد حالة احتقان بين الأمنيين والمحتجين الذين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية ودخلوا في مناوشات مع الأمنيين ورشقوهم بالحجارة وبقوارير المياه. ودفعت المناوشات عناصر من المحتجين إلى التدخل وتأطير هذا التحرك الذي خلف بعض الإصابات الطفيفة في صفوف عدد من المصورين الصحفيين وكذلك بعض الأمنيين. المطلوب سيبونا خلنا نخرجوا، سيبونا خلنا نحكيوا، ابعدوا من التلفز، ابعدوا خلنا نحكيوا، احنا الشعب يحكي، الشعب اللي حاجته، الشعب اللي خلص اللامبو. جونا بلافون، جونا وتعرينا وصارفينا في البلاد هذي، يكفي، يكفيهم، يكفيهم، يكفيهم. بلاد يحكموا فيها تسعة ودرة، رئيس حكومة وزير داخلية وزير شؤون اجتماعية كلها بالنيابة، حتى الشعب بالنيابة. كيفاش تحارب كوفيد وين اللي عانيت متاع الدول؟ ناس تعبي من ظهر الشعب، نسمعوا لاخر مليارات لاخر قصورات ونحن الدبوزة زيت المدعم ما فماش. ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحزام السياسي للحكومة المتألف أساسا من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، منددين بسياسات الحكومة في التعامل مع الوضع الوبائي بالبلاد وبتدهور المناخ الاجتماعي والاقتصادي، كما طالبوا أيضا بحل البرلمان. وأكد المحتجون على أن تحركاتهم سلمية وعفوية، لا تقف وراءها أي أطراف سياسية أو إيديولوجية. اليوم قاعدين يعتموا على اللي قاعد صاير في الأحياء الشعبية واللي قاعد صاير في المنظومة الصحية متاعنا، كل عائلة دفنت واحد ولا اثنين سنة، الناس كلها تشكي من الفقر من البطالة. جارية الناس يعلم بها كان ربي ظروفها خايبة على الآخر، معناتها نور ما موت بدل المنظومة هذيا، ما فما حتى واحد كفر فيهم الكل، الكل قاعد تعبي وتحط والشعب مات. حل البرلمان انه نحيوا الفساد من تونس، يلزم القضاء على المنظومه هذه باش نستحفظوا على تونسنا لينا ولاولادنا ولعائلاتنا، وسيرتو بعد الازمه هذه عرفنا اللي احنا ما عندناش قيمه عند السلطه عند الحكومه. وكانت بعض الأحزاب السياسية المعارضة على غرار حزب العمال عبرت في بيانات لها عن عدم مساندتها لهذا التحرك الاحتجاجي، معتبرة أن أطرافا غير معلومة ومشبوهة تقف وراءه. عديد الجهات بالبلاد شهدت أيضا مسيرات وتحركات احتجاجية مماثلة، رفعت فيها عديد الشعارات المطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وإنهاء التجاذبات السياسية. لم يختلف المشهد كثيرا عما حدث في محيط مجلس نواب الشعب ببردو بعدد من جهات الجمهورية التي شهدت تحركات مماثلة ومسيرات تطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وإنهاء التجاذبات السياسية والالتفات إلى المشاغل الحقيقية للبلاد. غير أن بعض المسيرات خرجت عن سياقتها السلمية عندما حاول المحتجون اقتحام المقرات المحلية لحركة النهضة، فيما حاول محتجون آخرون إضرام النار في البعض منها على غرار ما حدث في ولاية توزر. كما تكرر المشهد ذاته في ولاية سيدي بوزيد، حيث حاول البعض من شباب الجهة المحتج عن الظروف المعيشية المتردية وفق الشعارات المرفوعة نزع لافتات تحمل شعارات الحركة من مقراتها.
وفي القيروان تحول تجمع شعبي بباب الجلادين وسط المدينة، رفع خلاله المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان والقطع مع سياسة التهميش التي انتهجتها الحكومة المتعاقبة، إلى اقتحام لمقر حركة النهضة بالمكان ومحاولة إزالة شعار الحركة. ولم تختلف صورة الاحتجاج كثيرا بولاية قفصة، حيث تظاهر عشرات المواطنين للمطالبة بتنحي المنظومة السياسية برمتها، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتحسين الوضع الصحي المتردي بالولاية وتوفير الأكسجين في المؤسسات الاستشفائية. وتكرر مشهد إسقاط يافطة حركة النهضة من أعلى مقرها بولاية الكاف من قبل المحتجين الذين طالبوا بمحاسبة كل من تسبب في الأوضاع المتردية التي بلغتها البلاد، سيما في الآونة الأخيرة التي اتسمت بتفشي سريع لفيروس كورونا وتردي الوضعين السياسي والاقتصادي. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد الجامع القاسمي إعلامي ومحلل سياسي، أهلا بك سيد الجمعي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن قراءتك لقرارات رئيس الجمهورية المتخذة منذ قليل في اجتماع طارئ بقصر قرطاج؟ هذه قرارات تتخذ طابعا فارقا في تاريخ تونس الحديث، وبالتحديد خلال السنوات العشر الماضية. يبدو من خلال هذه القرارات وكأن اللحظة التي كثيرا ما تحدث عنها الرئيس قيس سعيد قد حانت وأتت، وبالتالي أفصح عن ما كان يخطط له خلال الفترة الماضية، وهي تفعيل بعض بنود الفصل 80 من الدستور بقراءة كان سابقا قد تعرض إليها. لذلك هذه لحظة ستبقى مسجلة في تاريخ تونس، من شأنها إعادة الوضع إلى حقيقته، وبالتالي توجيه البوصلة نحو القضايا الرئيسية التي تعاني منها البلاد، وخاصة إعادة هوية تونس لإخراجها من هذه الأزمة المتدحرجة نحو ملفات خطيرة. كيف تنتظر ردة الفعل بقراءتك ربما لردة الفعل غدا لنواب مجلس نواب الشعب والحراك السياسي طبعا، ويعني كل الأحزاب التي سمعت هذه القرارات، برأيك كيف سيكون المشهد غدا؟ يعني من السابق لأوانه أو يصعب توقع ماذا سيجري غدا، لكن ما نراه هذه الليلة، هذه الفرحة العارمة لدى فئات شعبية واسعة التي خرجت إلى الشوارع للتعبير عن فرحتها بإزالة هذه الحكومة والمنظومة السياسية، وخاصة منها الحزام السياسي الذي كان يدعمها والذي تحول إلى ما يشبه الحبل حول رقبة المشيشي الذي أصبح بمثابة كرزاي تونس، جعل تونس رهينة لحسابات وأجندات بعض الأحزاب، هو دليل على أن غدا سيكون أفضل. طيب سيد الجمعي، هذا رأيك بطبيعة الحال، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا وعلى رأيك التحليلي لهذه القرارات المتخذة من رئيس الجمهورية. مشاهدينا الكرام، عيد الجمهورية التونسية جاء مختلفا هذا العام، وبطبيعة الحال عيد أكد مراقبون كثر أنه بطعم المرارة والحرقة على وطن تفاقمت فيه الأزمات، من الوضع السياسي إلى الاجتماعي، وصولا إلى الوضع الصحي الكارثي. ونحن مشاهدين الكرام في متابعة متواصلة للأحداث الجارية اليوم في عيد الجمهورية وقرارات رئيس الجمهورية، نعود إليكم بعد قليل في نشرة منتصف الليل. شكرا لكم مشاهدين الكرام، إلى اللقاء.